سلام سيد الوالي. سلام سلام سلام. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما كيعلم الجميع هي مبادرة ملكية، كيستافدوا منها النساء الشباب الأطفال في وضعية صعبة إلى ما في ذلك خلال البرامج ديالها، ولكن عندنا برنامج خاص بالنسبة لدماغ الشباب في المجال الاقتصادي اللي هو البرنامج الثالث في هذه المرحلة الثالثة اللي كانوا في عدة مبادرات. كاين ما يتعلق بالمقاولة، خلق المقاولة، راه كان عندنا خلق ديال 120 مقاولة خلال هاد 3 سنوات، وإنما بعض النماذج هما كاينين معنا في هذا الفورم. وعاد عندنا كان تشغيل الشباب، غير هاد التشغيل كان شي شويه ضعيف لان ما كاينش داك لو كونتاكت مع بزاف الشركات. السيد العامل حسب التوجيهات ديالو فكر باش نديرو هاد الملتقى الثاني ديال هاد رياده الاعمال، ولكن نوسعوه نجيبوا شركات اللي باش هي تعطي اشني الخدمات واشنا هو كما نقولوا لي بروفيل اللي هي باغا. اذا هاد الملتقى هو فرصه باش الشباب يجي يحطوا السير الذاتيه ديالهم باش نعرفوا فين يقدروا يشتغلوا الادماج ديالهم. هاد الملتقى فيه عده شركاء، فيه ناس اللي غادي يديروا لنا تكوينات، كاينين فيه ناس اللي غادي يدمجوا لنا الدراري في لي ستاج او لا لانسيرسيون كومبليت يعني في سوق الشغل. كذلك كاينين بعض الشركاء اللي كيمولوا المشاريع، لان كما تعرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه التمويل ديالها محدود، وكاين بعض المشاريع اللي شي شويه كبيره، يعني كاينه انطلاقه اللي كتقدر تدعم حتى هي، كاينه فرصه الى ما في ذلك. اذا حنا كنطمحوا بان الشباب ديال عين الشق يجي ويعرف اشنو كاين من البرامج اللي كاينه كامله على الصعيد الوطني اللي عطى انطلاقه ديالها صاحب الجلاله الفائده ديالو، يجي يعرف اشنو كاين ويسول ويعرف اشنو هما لي بروسيدور ويحاول ما امكن باش يستافد اكثر من البرامج ديال القطاعيه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكذلك البرامج القطاعيه. اليوم كيف ما كتشوفوا كاين الافتتاح ديال الفعاليه النسخه الثانيه ديال الملتقى ديال رياده الاعمال والادماج السوسيو اقتصادي اللي كتنظموا العماله ديال مقاطعه عين الشق، يعني تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى ديال اطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بالتنسيق مع المقاطعه ديال عين الشق وبشراكه مع مجموعه ديال المتدخلين وديال الشركاء. اليوم الافتتاح ديال هذه الايام هذه ديال هذا الملتقى اللي في النسخه ديالو الثانيه اللي غيدوم 3 ايام الى غايه يوم الجمعه، واللي تيحتضنوا الفضاء ديال المركز الثقافي عبد الله قنون، وكيف ما غادي تكونوا شفتوا بانه هو فضاء للتواصل للتكوين للتاطير، يعني مجموعه ديال الورشات اللي غادي تكون يعني للتاطير وللتكوين، وكذلك لعرض المجموعه ديال المنتوجات ديال المجموعه ديال التجارب الناجحه ديال الشركات وديال المقاولين شباب. هذه الفعاليات ديال هذه النسخه الثانيه غادي تكون مفتوحه للعموم، غادي يزوروها واحد العدد ديال الشباب من اجل الاطلاع على التجارب اللي كيف ما قلت ناجحه، وكذلك للاستفاده من اجل حتى هما ياخذوا المبادره في الجانب ديال السوسيو اقتصادي من اجل خلق فرص ديال الشغل، لان المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المرحله الثالثه ديالها يعني مشات في الاتجاه ديال دعم المبادرات الشبابيه من اجل خلق فرص ديال الشغل وانتاج الثروه.